بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا للإسلام وعلمنا الحكمة والقرآن. الحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. الحمد لله الذي يسر وهدى ووفق وأعان. ثم الصلاة والسلام على إمام الهدى وسيد الورى نبينا وحبيبنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، إخوة الإسلام، فما يزال هذا المجلس المبارك المنعقد من المكان المبارك من جوف بيت الله الحرام في هذه الليلة المباركة، ليلة الجمعة، نتدارس فيها كتاب جلاء الأفهام في فضائل الصلاة والسلام على خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم للإمام ابن القيم رحمة الله عليه. وهذا أوان عرض آخر أبواب الكتاب، وهو الباب الخامس. هذا عاشر المجالس، وبه يتم استعراض مضامين هذا الكتاب العظيم والسفر الجليل المتضمن لفضائل الصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقد تقدم مرارا أيها المباركون أن الباب الأول من هذا الكتاب كان من أجل عرض الروايات بألفاظها المرفوعة منها والموقوفة، وقد ساق المصنف رحمه الله ما وقف عليه في هذا الباب. وأما الباب الثاني فكان مخصوصا لبيان معاني ألفاظ هذه العبادة الجليلة وهذا الذكر المبارك، معنى الصلاة ومعنى البركة ومعنى السلام ومعنى الآل ومعنى اسم الله الحميد والمجيد. وأما الباب الثالث من الكتاب فكان مخصوصا لبيان المواضع التي تشرع فيها الصلاة والسلام على حبيب قلوبنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وهو من أجل أبواب الكتاب وأعظمها، وقد عرض في مجالس. أما الباب الرابع السابق لهذا الباب فكان في الفوائد والثمرات التي تجتنى من هذا الباب العظيم بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعدد فيه المصنف رحمه الله نحو من 40 فائدة وثمرة. أما هذا الباب الخامس الذي نستعرضه في مجلس الليلة وبه يتم الكتاب بعون الله، فقد جعله ابن القيم رحمه الله لبيان حكم مسألة علمية مفيدة نافعة، هي ما حكم الصلاة على غير النبي وغير آله صلى الله عليه وسلم، وهي مسألة تحتاج إلى معرفة تحرير النزاع فيها وأقوال أئمة الإسلام. قال رحمه الله تعالى: الباب الخامس في الصلاة على غير النبي وآله صلى الله عليه وسلم تسليما. قال رحمه الله: أما سائر الأنبياء والمرسلين فيصلى عليهم ويسلم. وهذا أول ما يتعلق بتحرير محل النزاع، أن الأنبياء والرسل عليهم السلام يشرع الصلاة والسلام عليهم. قال تعالى عن نوح عليه السلام: وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين. وقال عن إبراهيم خليله: وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم. وقال تعالى في موسى وهارون: وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون. وقال تعالى: سلام على إلياسين. فالذي تركه سبحانه على رسله في الآخرين هو السلام عليهم المذكور. لما قال وتركنا عليه في الآخرين وتركنا عليهما في الآخرين، ما الذي تركه الله على الأنبياء الكرام في الآخرين؟ قال ابن القيم: فالذي تركه سبحانه على رسله في الآخرين هو السلام عليهم المذكور. وقد قال جماعة من المفسرين منهم مجاهد وغيره، أي كابن عباس وقتادة والحسن والسدي، وهو ثابت عنهم جميعا، قال: وتركنا عليهم في الآخرين الثناء الحسن ولسان الصدق للأنبياء كلهم، وهذا قول قتادة أيضا. يقول ابن القيم رحمه الله: ولا ينبغي أن يحكى هنا قولان للمفسرين كما يفعله من له عناية بحكاية الأقوال، بل هما قول واحد. فمن قال إن المتروك هو السلام عليهم في الآخرين نفسه، فلا ريب أن قوله سلام على نوح جملة في موضع نصب بتركنا، والمعنى أن العالمين يسلمون على نوح ومن بعده من الأنبياء. وما فسره بلسان الصدق والثناء الحسن نظر إلى لازم السلام وموجبه، وهو الثناء عليهم، وما جعل لهم من لسان الصدق الذي لأجله إذا ذكروا سلم عليهم.
وهذا الشروع من المصنف رحمه الله في صدر المسألة ببيان هذا المعنى من أجل بيان ما يتعلق بغيرهم بعد الحديث عنهم، هذا السلام. وقد رأيتم أنه جاء منصوصا في القرآن بذكر السلام على غير واحد من الأنبياء الكرام عليهم السلام، كنوح وإبراهيم وموسى وهارون وإلياسين أو آل ياسين، وكل ذلك قد جاء مذكورا متتابعا في سورة الصافات. إذا كان الله قد ذكر السلام عليهم، فما حكم الصلاة عليهم ونحن كلما ذكرنا اسم نبي من الأنبياء الكرام من قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فإنا لا نتجاوزهم إلا بذكر السلام عليهم، نقول عليهم السلام لأن الله قد سلم عليهم في كتابه الكريم، فما حكم الصلاة؟ قال ابن القيم رحمه الله: وأما الصلاة عليهم فقد قال إسماعيل بن إسحاق في كتابه، يعني القاضي المالكي رحمه الله، وساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا على أنبياء الله ورسله فإن الله بعثهم كما بعثني صلى الله عليه وسلم تسليما. ورواه الطبراني أيضا كذلك بسنده في المعجم. الحديث قد سبق للمصنف إراده في أول أبواب الكتاب، وضعف سنده كما ضعفه غير واحد من الحفاظ الأئمة كابن كثير والسخاوي رحم الله الجميع. وحديث الطبراني أيضا فيه نكارة، فلا يصح الحديث، وما جاء فيه في هذا الباب أيضا لا يصح رفعه، كحديث ابن عباس: إذا صليتم علي فصلوا على أنبياء الله فإن الله بعثهم كما بعثني. وفي الباب عن أنس أيضا قال الحافظ أبو موسى المديني: وبلغني بإسناد عن بعض السلف أنه رأى آدم في المنام كأنه يشكو قلة صلاة بنيه عليه صلى الله عليه وسلم وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. وهذا الأثر أيضا مما لا يثبت له سند كما سمعتم. قال ابن القيم رحمه الله بعد أن ذكر مسألة الصلاة عليهم: وقد حكى غير واحد الإجماع على أن الصلاة على جميع النبيين مشروعة، منهم الشيخ محي الدين النووي رحمه الله وغيره. وقد حكي عن مالك رواية أنه لا يصلى على غير نبينا صلى الله عليه وسلم، ولكن قال أصحابه هي مؤولة، الرواية التي تروى عن الإمام مالك بمنع الصلاة على غير نبينا صلى الله عليه وسلم هي مؤولة، بمعنى أننا لم نتعبد بالصلاة على غيره من الأنبياء كما تعبدنا الله بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، وليس على معنى المنع من الصلاة عليهم صلى الله عليهم وعلى نبينا أفضل صلاة وأتم سلام. تم حديثه هنا رحمه الله عن مسألة الصلاة والسلام على الأنبياء الكرام عليهم السلام، وقد انتهينا إلى أن السلام منصوص عليهم في كتاب الله، وأن الصلاة أيضا مذكورة في غير ما حديث وإن لم تصح أسانيدها، وقد حكى بعض الأئمة العلماء الإجماع على مشروعية ذلك النووي رحمه الله. إذا فرغنا من هذه المسألة فلننتقل إلى التالية، وهي: ما حكم الصلاة والسلام على غير الأنبياء من أفراد الأمة من أهل الإسلام، سواء كانوا من الصحابة أو الأئمة العلماء أو التابعين الفضلاء؟ قال رحمه الله: فصل. وأما من سوى الأنبياء عليهم السلام فإن آل النبي صلى الله عليه وسلم يصلى عليهم بغير خلاف بين الأمة. لماذا بغير خلاف؟ لأن الصيغة الواردة التي نقول فيها اللهم صل على محمد وعلى آل محمد قد تناولتهم نصا، فآل النبي عليه الصلاة والسلام داخلون في الصلاة عليهم وهم ليسوا بأنبياء. قال رحمه الله: واختلف موجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في وجوبها على آله، فهل تجب الصلاة عليهم كما تجب الصلاة على نبينا عليه الصلاة والسلام؟ قال: على قولين مشهورين هي طريقتان للشافعية، إحداهما أن الصلاة واجبة على النبي صلى الله عليه وسلم وفي وجوبها على الآل قولان، والأخرى أنهما وجهين. واختلف أصحاب الإمام أحمد في وجوب الصلاة على آله صلى الله عليه وسلم، وحكى بعض أصحاب الشافعي الإجماع على أن الصلاة على الآل مستحبة ليست واجبة. قال: ولا يثبت في ذلك إجماع. إذن انتهينا من ثاني المسائل في تحرير محل المسألة والخلاف فيها. الأولى: الصلاة والسلام على الأنبياء الكرام سوى نبينا صلى الله عليه وسلم.
والثانية الصلاة على الآل، آل النبي عليه الصلاة والسلام. الثالثة هل يصلى على الآل منفردين عنه صلى الله عليه وسلم؟ أن تقول اللهم صل على آله من غير أن نصلي عليه. قال رحمه الله هذه المسألة على نوعين، وهذا من المصنف رحمه الله تمام دقة وتحرير علمي في بيان موضع المسألة لبيان الصحيح والراجح فيها. قال هذه المسألة على نوعين، أحدهما أن نقول اللهم صل على آل محمد، قال فهذا يجوز ويكون نبينا صلى الله عليه وسلم داخلا في آله، فالإفراد عنه وقع في اللفظ لا في المعنى. النوع الثاني أن نفرد واحدا من آله بالذكر، فنقول اللهم صل على علي أو على الحسن أو الحسين أو فاطمة رضي الله عنهم ونحو ذلك. قال فاختلف في ذلك وفي الصلاة على غير آله صلى الله عليه وسلم من الصحابة ومن بعدهم، حتى نعيد ونتبين موضع النزاع الذي يذكره العلماء، هو الصلاة على بعض من آل النبي صلى الله عليه وسلم باسمه منفردا، أو الصلاة على أحد من الصحب الكرام رضي الله عنهم أو غيرهم من الأمة من بعدهم مفردا باسمه منصوصا بالصلاة عليه. أيجوز أن نقول اللهم صل على أبي بكر أو عمر صلى الله عليه أو عثمان أو علي أو من شئت من أسماء الصحابة الكرام رضي الله عنهم، أيجوز إفراد أحد منهم بالصلاة عليه؟ قال رحمه الله فكره ذلك مالك رحمه الله، وقال لم يكن ذلك من عمل من مضى، وهو مذهب أبي حنيفة أيضا وسفيان بن عيينة وسفيان الثوري، وبه قال طاووس رحم الله الجميع. قال ابن عباس رضي الله عنهما لا ينبغي الصلاة إلا على النبي صلى الله عليه وسلم، والأثر أخرجه عبد الرزاق والطبراني والبيهقي، وبلفظه لا ينبغي الصلاة من أحد على أحد إلا على النبي صلى الله عليه وسلم، وسنده صحيح كما صححه الإمام الحافظ ابن حجر في الفتح رحمه الله تعالى. وفي كتاب إسماعيل بن إسحاق بسنده عن ابن عباس قال لا تصلح الصلاة على أحد إلا على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يدعى للمسلمين والمسلمات بالاستغفار، وهذا مذهب عمر ابن عبد العزيز رحمه الله، وهو أيضا مذهب أصحاب الشافعي. وهم يفسرون المنع هنا بثلاثة أوجه، أنه منع تحريم، والثاني أنه منع كراهة وتنزيه وهو قول الأكثرين، والثالث أنه من باب ترك الأولى وليس بالكراهة، حكاه النووي في الأذكار. قال والصحيح الذي عليه الأكثر أنه مكروه كراهة تنزيه. قال ابن القيم رحمه الله ثم اختلفوا في السلام، هل هو في معنى الصلاة فيكره أن يقال السلام على فلان، أو يقال فلان عليه السلام، علي عليه السلام، عثمان عليه السلام، الحسن عليه السلام ونحو ذلك. قال فكرهه طائفة منهم أبو محمد الجويني، ومنع أن يقال عن علي عليه السلام، هذا قول. وفرق آخرون بين السلام والصلاة، فقالوا السلام يشرع في حق كل مؤمن حي وميت وحاضر وغائب، فإنك تقول بلغ فلانا مني السلام، وهو تحية أهل الإسلام، بخلاف الصلاة فإنها من حقوق الرسول صلى الله عليه وسلم وآله، ولهذا يقول المصلي يعني في التشهد السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، ولا يقول الصلاة علينا وعلى عباد الله الصالحين، فعلم الفرق. هذا قول المانعين من أهل العلم، واحتجوا على المنع بعدة وجوه وأدلة، أوجز ما أورد منها ابن القيم رحمه الله إيجازا. قال احتجوا بوجوه، أحدها قول ابن عباس وقد تقدم لا ينبغي أن يصلي أحد على أحد إلا على النبي صلى الله عليه وسلم. الثاني أن الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم وآله قد صارت شعارا لأهل البدع، وقد نهينا عن شعارهم كما قال النووي رحمه الله. ومعنى ذلك أن الرافضة إذا ذكروا أئمتهم يصلون عليهم بأسمائهم، ولا يصلون على غيرهم ممن هو خير منهم وأحب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فينبغي أن يخالفوا في هذا الشعار. الوجه الثالث ما احتج به الإمام مالك رحمه الله أن هذا لم يكن من عمل من مضى من الأمة، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. الرابع
أن الصلاة قد صارت مخصوصة في لسان الأمة بالنبي صلى الله عليه وسلم، تذكر مع ذكر اسمه كما صار لفظ عز وجل أو لفظ سبحانه وتعالى مخصوصا بالله جل جلاله، يذكر مع ذكر اسمه، ولا يسوغ أن يستعمل ذلك لغيره، فلا يقال محمد عز وجل مع أنه عزيز القدر جليل صلى الله عليه وسلم، ولا سبحانه وتعالى، فلا يعطى المخلوق مرتبة الخالق، فهكذا لا ينبغي أن يعطى غير النبي صلى الله عليه وسلم مرتبته فنقول فلان صلى الله عليه وسلم. الوجه الخامس قول الله تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، أمر سبحانه أن لا يدعى باسمه كما يدعى غيره باسمه، فكيف يسوغ أن تجعل الصلاة عليه كما تجعل على غيره في دعائه والإخبار عنه؟ هذا مما لا يسوغ أصلا. السادس أنه شرع لنا في التشهد أن نسلم على عباد الله الصالحين ثم نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فعلم أن الصلاة عليه حقه الذي لا يشركه فيه أحد. السابع أن الله ذكر الأمة أو ذكر الأمر بالصلاة عليه في معرض حقوقه وخواصه، وذلك مؤكد بقوله صلوا عليه وسلموا تسليما، فآله تبع له فيه، وهذا من خواص حقوقه عليه الصلاة والسلام. الثامن أن الله شرع للمسلمين أن يدعو بعضهم لبعض وأن يستغفر بعضهم لبعض وأن يترحم عليه في الحياة وبعد الممات، وشرع لنا في مقابل ذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الحياة وبعد الممات، فالدعاء حق للمسلمين والصلاة حق لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يقوم أحدهما مقام الآخر في الصلوات. نحن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ولا نقول بدلا عن ذلك اللهم اغفر له وارحمه، فيعطى كل ذو حق حقه. الوجه التاسع أن المؤمن أحوج الناس إلى أن يدعى له بالمغفرة والرحمة، وأما النبي صلى الله عليه وسلم فغير محتاج إلى الدعاء له بذلك، فالصلاة عليه زيادة في تشريف الله له كما تقدم في صدر هذا الكتاب. العاشر لو كانت الصلاة على غيره صلى الله عليه وسلم سائغة، فإما أن يقال باختصاصها ببعض الأمة أو نقول تجوز لكل مسلم، فإن خصصنا بها بعض الأمة فلا وجه له، وهو تخصيص من غير مخصص، وإن قلنا بل هي لكل أحد سائغ فتسوغ الصلاة على المسلم وإن كان من أهل الكبائر كما ندعو له بالتوبة اللهم تب عليه، قال وهذا باطل. وإن قيل تجوز على الصالحين دون غيرهم، فمع كونه لا دليل عليه فإنه لا ضابط له، فكون الرجل صالحا أو غير صالح وصف متفاوت يقبل الزيادة والنقصان، وكذلك كونه وليا لله إلى آخر هذه الوجوه. قال رحمه الله فعلم بهذه الوجوه العشرة اختصاص الصلاة بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذا إذن القول الأول وهو المنع من الصلاة والسلام على غير رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله الكرام، وذلك من وجوه عشرة هو مذهب الإمام مالك وأبي حنيفة رحم الله الجميع. وأما القول الآخر المقابل لهذا القول فهو القول بالجواز، قال المصنف رحمه الله وخالفهم في ذلك آخرون وقالوا تجوز الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم وآله. وهذا القول الذي يذكره ابن القيم رحمه الله قال به الحسن البصري وخصيف ومجاهد ومقاتل بن سليمان ومقاتل بن حيان وكثير من أهل التفسير، وهو قول الإمام أحمد رحمه الله نص عليه في رواية أبي داود. وقد سئل أينبغي أن يصلي على أن يصلى على أحد إلا على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رحمه الله أليس قال علي لعمر رضي الله عنهما صلى الله عليك، في أثر سيأتي ذكره بعد قليل. قال وبه قال إسحاق بن راهوية وأبو ثور ومحمد بن جرير الطبري وغيرهم، وحكى أبو بكر ابن أبي داود عن أبيه ذلك، قال أبو الحسين وعلى هذا العمل. إذن القول بالجواز كما ترى قول طائفة كبيرة من علماء الإسلام الكبار وأئمته من السلف ومن بعدهم. قال واحتجوا بوجوه، ذكر منها قول الله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، فقال أمر الله بالصلاة عليه، والأئمة بعده يأخذون الصدقة كما كان يأخذها، فيشرع لهم أن يصلوا على المتصدق كما كان عليه الصلاة والسلام يصلي عليه.
الوجه الثاني في حديث الصحيحين كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال اللهم صل على آل فلان، فأتاه فأتاه أبي، والحديث من رواية عبد الله بن أبي أوفى قال فأتاه أبي بصدقته فقال اللهم صل على آل أبي أوفى. والأصل عدم الاختصاص، وهذا ظاهر في أنه هو المراد من الآية. الدليل الثالث في حديث جابر أن امرأة قالت يا رسول الله صل علي وعلى زوجي، قال صلى الله عليك وعلى زوجك، والحديث أخرجه أحمد وأبو داود في السنن وابن حبان في صحيحه وسنده صحيح. الدليل الرابع قصة علي وعمر، وفيها أن عليا دخل على عمر وهو مسجى، يعني في وفاته رضي الله عنهما، فلما انتهى إليه قال صلى الله عليك، ما أحد ألقى الله بصحيفته أحب إلي من هذا المسجى بينكم. فهذا علي يذكر الصلاة على عمر رضي الله عنهم جميعا. وفي الدليل الخامس حديث ابن عمر أنه كان يكبر على الجنازة ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقول يعني في الدعاء على الميت الذي يصلي عليه اللهم بارك فيه وصلي عليه واغفر له وأورده حوض نبيك صلى الله عليه وسلم. السادس أن الصلاة هي الدعاء، ونحن قد أمرنا بالدعاء لبعضنا البعض. والسابع في حديث الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إذا خرجت روح المؤمن تلقاها ملكان يصعدانها، قال حماد فذكر من طيب ريحها وذكر المسك، ويقول أهل السماء روح طيبة جاءت من قبل الأرض صلى الله عليك وعلى جسد كنت تعمرينه، أو قال صلى الله عليك وعلى جسد كنت تعمرينه، وذكر الحديث. وهذا يدل على أن الحديث فيه ذكر الصلاة على أحد أفراد أهل الإسلام وليس من الأنبياء الكرام. قال فإذا كانت الملائكة تقول للمؤمن صلى الله عليك جاز ذلك أيضا للمؤمنين بعضهم لبعض. في الدليل الثامن قول الله إن قول الله هو الذي يصلي عليكم وملائكته، والحديث إن الله وملائكته يصلون على معلم الناس الخير. الدليل التاسع حديث إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف، وقد أخرجه أبو داود وابن ماجه. وفي الحديث الآخر إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف. والدليل العاشر في الحديث المرسل اللهم صل على أبي بكر فإنه يحب الله ورسوله، اللهم صل على عمر فإنه يحب الله ورسوله، اللهم صل على عثمان فإنه يحب الله ورسوله، اللهم صل على علي فإنه يحب الله ورسوله، اللهم صل على أبي عبيدة فإنه يحب الله ورسوله، اللهم صل على عمرو بن العاص فإنه يحب الله ورسوله. لكن الرواية منقطعة ومرسلة كما تقدم، مع وجوه أخر بلغ بها المصنف رحمه الله تعالى نحوا من 14 وجها. هذه أدلة القائلين بالجواز، وقد سبق قولها عشرة، سبق قبلها عشرة أوجه وأدلة للقائلين بالمنع من الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم. ثم انتقل المصنف رحمه الله في تحرير علمي يذكر به الإجابة عن أدلة أقوال الفريقين من الطرف الآخر لبيان الراجح من المسألة، حتى انتهى رحمه الله إلى خاتمة الفصل التي أقرأها على مسامعكم، وقد حرر فيها ما انتهى إليه بالترجيح رحمه الله في كلام نفيس متين، جوابا عن السؤال التالي: أيجوز الصلاة والسلام على غير الأنبياء الكرام وغير الآل على انفراد، أن يذكر أحد من الصحابة والآئمة فيقال صلى الله عليه أو عليه السلام؟ قال فصل الخطاب في هذه المسألة أن الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يكون على آله وأزواجه وذريته أو غيرهم، فإن كان الأول فالصلاة عليهم مشروعة مع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وجائزة مفردة، لأننا قلنا إن إفرادها يدخل فيه النبي عليه الصلاة والسلام. وأما الثاني فإن كان الملائكة وأهل الطاعة عموما الذين يدخل فيهم الأنبياء، يعني الصلاة على غير الآل، إن كان المقصود بهم الملائكة وأهل الطاعة عموما ويدخل فيهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جاز ذلك أيضا، فنقول اللهم صل على ملائكتك المقربين وأهل طاعتك أجمعين.
وإن كان شخصا معينا أو طائفة معينة كره أن يتخذ الصلاة عليه شعارا لا يخل به. ما معنى لا يخل به؟ يعني لا تذكر اسمه إلا قلت بعده عليه السلام أو صلى الله عليه. قال ابن القيم: هذا كره أن يتخذ الصلاة عليه شعارا لا يخل به، ولو قيل بتحريمه لكان له وجه، ولا سيما إذا جعلها شعارا له ومنع منها نظيره، يعني غيره من الصحابة مثلا، أو من هو خير منه. وهذا كما تفعل الرافضة بعلي رضي الله عنه، فإنهم حيث ذكروه قالوا عليه الصلاة والسلام، ولا يقولون ذلك في من هو خير منه، فهذا ممنوع منه، ولا سيما إذا اتخذ شعارا لا يخل به، فتركه حينئذ متعين. وأما إن صلى عليه أحيانا بحيث لا يجعل ذلك شعارا، كما يصلى على دافع الزكاة، وكما قال ابن عمر في دعائه للصلاة على الميت صلى الله عليك، وكما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على المرأة وزوجها، وكما روي عن علي لما صلى على عمر، فهذا لا بأس به، يعني أن يكون أحيانا وليس على استطراد وليس التزاما لا يخل به ويمنعه عن غيره. قال: وبهذا التفصيل تتفق الأدلة وينكشف وجه الصواب، والله الموفق وإليه المرجع والمآب. هذا تمام ما أورد الإمام المصنف ابن القيم رحمه الله تعالى في هذا السفر الجليل والكتاب الكريم، وبه تم الحديث عن أبواب الكتاب الخمسة انتهاء بهذه المسألة العلمية النافعة المفيدة، وانتهى به كلام ابن القيم رحمه الله في هذا الكتاب الذي عرضناه في مجالس عشرة بعون الله تعالى وتوفيقه، كان آخرها هذا المجلس المبارك الذي استعرضنا فيه الباب الخامس من أبواب الكتاب. نسأل الله عز وجل أن يجعله علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، وأن يزيدنا بتعلم الكتاب ومدارسته مزيدا من لزوم هذه العبادة الكريمة الصلاة على نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن يجعل من صلاتنا بعد أن تعلمنا معانيها وآثارها وفوائدها وثمراتها، أن يجعلها صلاة أثقل في موازيننا، فوالله ما لقي عبد ربه بأفضل من عمل صالح ثقيل وزنه في ميزانه يوم يلقى الله، وإنما تثقل الأعمال بصدق النيات فيها وإخلاص المقاصد وبجعلها أعظم بإقبال العبد عليها باستشعار معانيها. هذه العبادة الكريمة أمة الإسلام قد جعلها الله بابا لنا نستقبل بها الخيرات والبركات ونستمطر بها من ربنا عشرات الصلوات، فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، فيا رب صل وسلم وبارك على حبيب قلوبنا وأنيسنا وشفيعنا وقائدنا وقدوتنا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، واجعل يا رب صلاتنا وسلاما عليه، واجعل يا رب صلاتنا وسلامنا عليه مزيدا في حبنا وقربنا من سنته وهديه واتباعنا لسنته، واجعلنا يا رب من أتباع ملته المستمسكين بهديه المتبعين لأثره المقتفين لخطاه، واجعلنا يا رب بالصلاة والسلام عليه في عداد الخيار من أمته المحبين له القرباء منه في الدنيا باتباع سنته، وفي الآخرة بالقرب من مجلسه صلى الله عليه وسلم. اللهم أحينا على سنته وأمتنا على سنته واحشرنا في زمرته يا حي يا قيوم، ونسألك يا ربنا أن ترفع ذكرنا بكثرة صلاتنا وسلامنا على نبيك صلى الله عليه وسلم، واكتب لنا إلهي بالصلاة والسلام عليه مزيدا في رفعة الدرجات وعلو المكانة والمقامات، وارزقنا يا رب بالصلاة والسلام عليه تفريج الكروبات وتحقيق الأمان ونيل المطالب ودفع الكرب وتفريج الهموم يا حي يا قيوم. اللهم اجعل صلاتنا وسلامنا عليه شاهدة على حبنا له، واجعلها يا ربي في صحائفنا من خير ما نتقرب به إليه، واجعلنا يا ربي بالصلاة والسلام عليه ممن تحبهم ويحبونك يا حي يا قيوم. اللهم إنا نشهدك على أننا أقبلنا على هذا الباب من العبادة لك امتثالا لأمرك يا ذا الجلال والإكرام، وأنت القائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا
صلوا عليه وسلموا تسليما. فيا ربي أمرتنا بالصلاة والسلام عليه، وجعلتنا في هذه الصلاة والسلام عليه سائلين إياك أن تصلي وتسلم عليه. فآل الأمر يا ربي إلى فضلك ورحمتك وعونك وكرمك، فارزقنا يا ربي عونا على ذلك، وارزقنا فيه إخلاصا وقبولا لوجهك الكريم، واجعل صلاتنا وسلامنا عليه يا ربي مقبولة عندك، خالصة ثقيلة في الميزان. أيها المباركون، اجعلوا صحائف أعمالكم منيرة ثقيلة في الميزان بكثرة ذكر ربكم جل في علاه، وبكثرة الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، تزدادون بها حبا وتنالون بها قربا. وأكثروا في ليلة جمعتكم ويوم جمعتكم من هذه العبادة العظيمة. أسأل الله أن يدخلنا جميعا في رحمته، وأن يظفرنا يوم القيامة بشفاعة نبيه وحبيبه صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.